السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم فيديو جديد بعد انقطاع لفترة شوي قصيرة. اليوم حابب أحكي عن موضوع كتير مهم خصوصا للأعمار المتوسطة، يعني يلي قطع 40 سنة. كتير من الناس عم تجي لعندي على العيادة عم تسألني هذا السؤال، إنه دكتور أنا بس قطعت عمر 40 سنة، فيني أخذ الأسبرين؟ أو حتى في منه بيجي وبيكون لوحده عم يستخدم الاسبرين بشكل روتيني، يعني بيجينا شاب عمره 45 سنه، حدا عمره 49 سنه، خلال الاسئله الروتينيه شو الادويه اللي عم تستخدمها، فبيقول لنا احد الادويه اللي عم يستخدمها هو الاسبرين. هلا طبعا نحن سابقا مثل ما بنعرف، يعني من حوالي 12 سنه او اكثر شوي، كان هذا الشيء روتيني، و يعني ما حدا خطأ فيه او ما حدا علق عليه، يعني لانه اغلب المرضى، وحتى كان في، ما بعتقد اذا كان في دراسات ولا لا، بس لا كان رائج طبيا انه اغلب المرضى او الناس طبيعيين اللي بيعدوا ال 40 سنه ياخذوا الاسبرين لحتى يعمل لهم وقايه من الجلطات القلبيه او السكتات الدماغيه. هلا بدايه حابب احكي شوي عن دواء الاسبرين. الاسبرين او حمض الساليسيليك، شو هو هذا الدواء؟ هو عبارة عن دواء بيخفض الحرارة وله تأثير مسكن ومضاد التهاب بنفس الوقت، لكن التأثير النوعي اللي موجود فيه انه هو مميع للدم. مثل ما ذكرت انه كان سابقا روتينيا اي حدا قطع على 40 سنة لازم تاخذ الاسبرين لحتى ما يصير عندك مشاكل بالقلب او بالدماغ او سكتة او جلطة إلى آخره. لكن هلأ حاليا تغيرت وجهة النظر، هاي في دراسات جديدة، في دراسات حديثة أجريت حول هذا الموضوع، أنا حابب أحطكم بالصورة فيها. هلأ شو أثبتت هاي الدراسات؟ أغلب الدراسات اللي انعملت أثبتت أنه استخدام الأسبرين بشكل روتيني بعد عمر 40 سنة ما خفف من نسبة حدوث السكتات القلبية ولا من نسبة حدوث السكتات الدماغية. بالعكس الأضرار أو المخاطر يلي صارت أعلى بكتير طلعت من الفوائد. على سبيل المثال مثلا وجدوا أنه نسبة حدوث نزف بالدماغ صارت أعلى يلي عم يستخدموا الأسبرين بشكل روتيني دون أي استطباب. وجدوا كمان أنه، يعني نحن بنعرف ذاتا أنه الأسبرين من أحد الأدوية يلي بتأثر على المعدة، وجدوا أنه اللي عم يستخدموا الأسبرين بشكل روتيني ويومي دون استطباب دوائي دون استشارة طبيب عم يسبب لهم مع الوقت حدوث قرحات بالمعدة، نزف بالمعدة أو نزف هضمي، وهذا على المدى الطويل بيسبب لنا فقر الدم، لأنه عم يفقد الشخص دم عن طريق القرحات فبيسبب لنا فقر دم مع الوقت. التأثير الثالث اللي وجدوه كمان أنه في بعض الناس في عندهم حساسية تجاه الأسبرين، يعني ممكن يصير ارتكاز تحسسي خطير تجاه مادة الأسبرين، او حتى في اشخاص بصير عندهم ربو ناتج عن مادة الاسبرين. طيب هلا احنا حكينا عن شو حكت هي الدراسات الجديدة، طيب ايمت فينا نحن نستخدم الاسبرين بشكل مستطب، يعني بشكل ما يضر، يعني او انه يفيد اكثر ما يضر؟ بالدرجة الاولى المرضى يلي عملوا عمليات قلب مفتوح او احتاجوا لتركيب مجازات شرايين مجازات قلبية، هدول لازم يستخدموا مميع دم لحتى ما ترجع تنسدي الشرايين أو يتشكل فيها جلطة قلبية. الفئة الثانية من المرضى، المرضى اللي كمان صار معهم مثلا أزمة قلبية أو جلطة قلبية وخضعوا لحدوث قسطرة قلبية وتركب له شبكات، كمان هدول لازم ياخدوا الأسبرين لحتى ما يصير في انسداد بهي الشبكات. الفئة الثالثة ممكن كمان المرضى اللي صار عندهم سكتة دماغية لكن احتشائية نحن بنسميها، يعني بسبب انسداد أحد الشرايين يلي بدماغ وكمان تركب لهم شبكة، فهدول كمان لازم يستخدموا الأسبرين. لذلك بالنتيجة حابب وصلكم هي نصيحة وهي الفائدة، إنه ما حدا يستخدم الأسبرين دون استشارة الطبيب، أو والله إنه بس لأنه قطع سن 40 سنة، لأنه مثل ما ذكرت لكم أغلب الدراسات والحديثة أثبتت إنه مضار ومخاطر استخدام الأسبرين أكثر من فوائده
إذا عم يستخدم بشكل غير مستطاب أو دون أي حاجة. دمتم بخير وخليكم دائما محافظين على صحتكم، وإذا احتجتوا أي شيء أي استشارة فينكم تتركوا ليها بالتعليقات بالأسفل، ولا تنسوا دعم القناة من لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد، وإلى